طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصورة التي أمامكم يا شباب ليست غريبة عليكم، فهي أول حلقة في قائمة الدرس هذا، وكانت اشتققنا فيها البرنولي إكويجن along a stream line، وخرجنا بأشياء كثيرة يعني ما أزعج راسكم فيها. الآن نريد أن نأتي بالبرنولي إكويجن مش along a stream line بل عمودي على الستريم لاين. أعيد وأكرر، ليس tangent to the stream line but normal to the stream line. يعني كيف؟ أهو هذا هو الشكل اللي أنتم شفتوه من قبل في بدايات الشرح، وكنا سوينا summation of forces is equal to ma along the s direction وخرجنا بالبرنولي إكويجن اللي تعرفونها. الآن لعدة أشياء بأوريكم الآن، نريد أن نجري نفس العملية ولكن normal to the streamline، يعني أهو يعني along this direction along this direction. ليش؟ طيب أنا أقول لك، واحد منها تذكرون يا شباب أنه كان في كذا مثال، وكنت أقول للطلاب أن البريشر هنا أتموسفيرك. حق البعض أنه يتساءل أنه كيف أتموسفيرك هو جوا الموية، كنت أقول له إنه البريشر هنا اللي هو بوينت 2 يساوي البريشر عند بوينت 4، وبوينت 4 أتموسفيرك يعني تلمس الأتموسفير، إذن زيرو جيج وهنا زيرو جيج. فكان الشاب يعني ما يقتنع. أوكي، ونفس الشيء لما كانت الفتحة جانبية من هنا، يمكن حتى الفتحة الجانبية أشد، كنت أقول له البريشر هنا هو نفس البريشر هنا مع أنه في ارتفاع، شايف كيف؟ كويش كنت أقول له؟ كنت أقول ما دام إن الستريم لاينز متوازية ومستقيمة، فإنه التغير في هذا الدايركشن أو في هذا الدايركشن أوكي يعتبر هيدروستاتيك، يعني زي الجاما إتش اللي كنا نقولها. طبعا كنت أحيلكم في الأمثلة السابقة إلى هذه الحلقة، تمام، وأزيدكم من الشعر بيت. هناك تطبيقات جيدة للمعادلة التي سنحصل عليها التي تعطينا توزيع السرعات في مسار يكون فيه كيرفتشر قوي، مثل الإعصار هذا الذي أمامكم، وحجيب لكم عليه إن شاء الله تعالى مثال يعجبكم. وأيضا تطبيقات في الصناعة لا سيما في الهندسة الكيميائية، عندما يدخلون مثلا العادم الخاص بالبويلرز اللي في الصناعة المليء ببعض الذرات المضرة صحيا، فهم يدخلونها في سايكلون دوامات هنا اللي هي الحمراء الداكنة، بحيث أنه الأجسام الثقيلة تنفصل وتذهب إلى الخارج وتسقط إلى الأسفل، ثم يعيدون إخراجها من هنا نسبة الملوثات أو البلوتنت أقل ما يمكن. إذن هذه هي المقدمة أو الأهمية. طيب يا شباب، نبدأ بسم الله الاشتقاق لمجموع القوى المؤثرة على الماس اللي هي الخاصة بالكتلة هذه في النورمال دايركشن. نوزع القوى، ما عندنا إلا قوى البريشر، بينما اللزوجة ما هي موجودة، البرنولي زي ما احنا قلنا انفست أو غير لازجة. إذا افترضت يا شباب إن هنا بريشر، أوكي، فباستخدام متسلسلة تايلر شرحتها لكم أنا في الفلويد ستاتيكس في يونت 2A، راجعوها هناك، وأيضا مريت عليها شوية في الديريفيشن الخاص بالبرنولي إكويجن اللي هو في أول فيديو في البلاي ليست هذه. نقول أن البريشر على الوجه هذا حيكون أزود شوية بإيش؟ بمقدار بسيط اللي هو بارشل بي بارشل إن في المسافة هذه اللي هو هذا السلوب، شايف كيف؟ أو المعدل تضربه في الديستنس فتقول أنه أزود شوية، وعندي قوة هنا نفترضها تكون أنقص من البريشر هنا، أوكي؟ بالمقدار هذا السلوب في المسافة من المنتصف هنا لحد هنا. طبعا حنكتشف بعدين يا شباب ان البريشر يتناقص في الاتجاه هذا، مو يتزايد زي ما هو مفروض هنا، بس طبعا انت تفرض فرضيتك وتشوف ايش النتائج اللي بتطلع لك. طبق يا اخي الان السميشن اوف فورسز ان ذا ام دايركشن يساوي ام انتو اي ان، اهي هذه القوه موجبه اللي هي بالماينس ساين هنا بي ماينس المقدار هذا، ليش؟ لانها في اتجاه اليونت فيكتور ان، وهذه القوة زي ما انت شايف بالسالب، اوكي؟ واكبر لك شوية هنا، وعندي ايضا الكوبونت الخاصة بالويت ايضا بالسالب، هذه تساوي الماس اللي هو الفوليوم مضروبا في الدنسيتي في النورمال دايركشن.
زي ما سوينا في اشتقاق برنولي اللي هو في أول حلقة في البلاي ليست هذه، قلنا البرشر هذا مع البرشر هذا يطيرون عشان الماينس ساين، والحد هذا زي الحد هذا بالضبط، وقدام كل واحد منهم ماينس ساين، فينجمعون فتروح إيش التو هذه. طيب انجمعوا الآن، بسم الله نشوف الآن أهو هذا هو من جمعوا قدامك، راحت التو وصار عندي دلتا إن هنا، دلتا إن في دلتا إس في دلتا واي اللي هو دلتا فوليوم. طيب وهنا دلتا فوليوم وهنا دلتا فوليوم، يلا نطلعها الآن. دلتا فوليوم لازم تروح مع دلتا فوليوم، لازم تروح مع دلتا فوليوم، هنا نتخلص منها. إيش يبقى عندي؟ أبا أعبر عن الكوساين ثيتا وأبا أعبر عن النورمال أكسلريشن. كوساين ثيتا هي موجودة عندك هنا وهذه موجودة على الرسمة، حتساوي إيش؟ حتساوي المجاور على الوتر هنا، دلتا زي على دلتا إن، وشيل دلتا زي على دلتا إن وقول وي أبروتش الليمت فتصير دي زي على دي إن. إذن أنا الآن إن شاء الله هنا بأشيل الكوساين ثيتا وأحط دي زي على دي إن، لكن قبل أن أفعل ذلك أود أن أعرف ما هو النورمال أكسلريشن من الشابتر اللي راح قبل شوية، الشابتر الثالث إذا تذكرون كان التوتال أكسلريشن في الستريم لاين كوردينيت يتكون من تو كومبوننتس، إحداهما في الستريم دايركشن والأخرى في النورمال دايركشن. أما التي في الستريم دايركشن فتتكون من لوكال وهذه كونفكتيف، وبما أننا شغالين في النورمال فما لنا دخل بالستريم دايركشن، لنا دخل بإيش؟ بالكومبوننت اللي في النورمال دايركشن. كم مقدارها؟ V squared على radius of curvature. radius of curvature وش هو؟ المسافة من السنتر هنا إلى السنتر of curvature. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اللي نبغاها. ولاحظ partial P partial N هذه هي gamma هذه هي، وشلنا الكوساين ثيتا DZ DN، والAN شلناه وحطينا بدله V squared على R، وطبعا دلتا V اللي هو الفوليوم راح كله تماما. بقي حاجة هنا بتخلص من البارشل دريفاتيف، قلنا انه يوز ذا فاكت انه بارشل بي بارشل ان تساوي دي بي دي ان اذا كان الاس از كونستنت. الاس هنا زي ما انتم شايفين واحنا ماشيين هنا، شايف كيف الاس هنا بكونستنت، فما عندك مشكلة يو كان ريبليس ات بدي بي دي ان. وقال لك ايضا اضرب بدي ان، شيل دي ان، هنا دي ان وهنا دي ان طاروا وصار عندي هنا دي ان على اليمين. جميل جدا، ايش رايك تنقل الاثنين هذولا هنا؟ ما عندي مشكله، صاروا كلهم موجبين. الله، شكلنا بنسوي تكامل زي البرنولي. اي نعم، بس عندك مشكله، انتجريت اكروس الستريم لاين، اكروس مش الونج، اكروس الستريم لاين يعني في الاتجاه هذا النورمال ان ذا ان دايركشن، مفترضا انه انكمبريسبل عشان تقول ان الرو هنا بثابت وايضا الجاما بثابت. ما الذي سيحصل؟ هذا الذي سيحصل، دي بي يصبح بي، جاما دي زي يصبح جاما زي، الزيرو يصبح كونستنت، غير أنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً ها هنا لأنك بانتظار شخص ما يعطيك الاعتمادية أو العلاقة ما بين الفلوسيتي اللي في الاس دايركشن على النورمال وأيضاً العلاقة ما بين آر والنورمال، وهذا ما ذكره راعي الكتاب. طيب إذن هذا الانتجريشن دائماً تنتظر في المسألة أنه يجيب لك الفلوسيتي كدالة في الان ويجيب لك العلاقة ما بين الار والان وانت تكامل وتواصل معايا، فبس نتوقفها هنا. بالمناسبة يا شباب هذه المعادلة هنا اللي هي ام هذه معايا، هذه هي الايلر اكويجن لكن في النورمال دايركشن زي نظيرتها في حالة البرنولي اكويجن اشرت لكم عليها، وانت مخير يا تستخدم هذه اوكي وتكامل من مثلا P1 إلى B2 وهنا من Z1 إلى Z2، شايف كيف؟ أو تستخدم الفورم هذه بحسب طبيعة المسألة. الآن نبغى نطلع لنا شوية معلومات فيزيائية يعني interpretation، شوية نحاول نفهم من الفورم هذه أو الفورم ذي. المؤلف بوتر سوى حركة والله عجبتني جدا جميلة، قال لك خذ الديفرنشال فورم هذه بلاش الانتجريتد فورم، وقال اعتبر انك في بايب، والبايب كم ارتفاعه يعني 30 سنتي 40 50 سنتي، يعني مقدار التغير في الزي دايركشن ما كثير، وبالتالي قال اف وي نيجلكت الويت وهو ريزونبل اكروس شورت ديستانس لايك بايبس، اذا كنسلنا هذا الحد يصبح ايش؟ يصبح عندي الحد هذا يساوي الحد هذا. جميل جدا، الان ريبليس الحد هذا ببارشل بي، حط دلتا بي واسفل حط دلتا ان، وبعدين اضرب الدلتا ان في
المقدار هذا، ستجد الصورة هذه. ما معنى ذلك؟ قال لك العلماء، احنا نقول لك هذا السنتر اوف كيرفتشر، اوكي، وهذا الار ما لي علاقة فيه اوتورد، انا علاقة لي في الان، الان الفيكتور از دايركشن توردز السنتر اوف كيرفتشر. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني يقول لك بي 3 ناقص بي 4، بي 3 ناقص بي 4 يساوي وتفر هذا وتفر هذا وتفر هذا يساوي ان 3 ناقص ان 4، ان 3 اكبر من ان 4، شايف؟ لان الفيكتور هذا حينطلق من هنا من عند الاربع، يعني دلتا ان هنا موجبه. اذا ماذا يعني ذلك؟ يعني كلما يعني بي 3 اللي هو اقرب الى السنتر ناقص بي 4 اللي هو ابعد من السنتر سالب. ايوه، يعني كلما تقترب من السنتر حق الكيرفتشر كلما ازداد البريشر نقصانا. ايوه، وبالتالي علق بوتر وقال for a flow along curved stream lines the pressure decreases towards the center of curvature and the fluid particles تعاني centripetal او center seeking acceleration due to this pressure gradient. واهم تطبيق لها يا شباب الاعاصير، الاعاصير جوا العين حقها هنا بريشر ناقص جدا 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 لدرجة انه زي ما انت شايف يشيل البيوت ويشفطها. طيب انا ما علي من تطبيق الاعاصير، علي من كلامي انا وياكم يا شباب. تذكرون في النقطة هذه، تعالوا نشتغل انا وياكم اهو. In many instances the stream lines are nearly straight يعني لما يكون straight فالcenter of curvature بعيد جدا، يعني r بانفينيتي، وبالتالي الحد هذا يا شباب ابو تكامل يطير، لان الار هنا بايش؟ بانفينيتي. قال لك السنترفيجال افكتس ار نيجليجبل والبريشر فاريشن اكروس ذا ستريم لاين از ميرلي هيدروستاتيك، فقط هيدروستاتيك. كيف يعني؟ يعني بي على رو اقسم على رو هنا يساوي جي زي يساوي كونستنت، او اذا تبغى تكتبه بي 2 على رو بلس جي زي 2 يساوي بي 4 على رو بلس جي زي 2. هذا الكلام وين؟ اكروس ذا ستريم لاينز وليس along the stream lines. along the stream lines هذه البرنولي الأصلية التي نشتغل معها طول عمرنا، إنما across the stream lines تحصل على الشيء هذا. طيب لما كنت أقول لك إن البريشر هنا عند 2 يساوي البريشر عند 4 في الحالة الأفقية هذه، معي حق يا حبيبي، لأنه Z2 زي Z4، يعني هذا الحد يكنسل هذا الحد، إذا B2 يساوي B4، وبالتالي B2 يساوي B4، وبي 4 باتموسفيريك بزيرو، يعني هنا البريشر هنا بزيرو، وايضا حتى في الحاله الافقيه اقدر اقول بي 2 تقريبا يساوي بي 4. ليش؟ لانه جي في زي 2 ماينس زي 4 المسافه هذه ما كبيره، قليله جدا، كم الجد صغير. ايوه كذا نكون الحمد لله برهنا لكم هذا الشيء وخلصنا الشابتر، وانا مطمئن ان شاء الله انكم هاضمينه. اذا استفدتوا يا شباب أتمنى أنكم ما تنسونا من دعوة صالحة، وحطوا لنا كومنت إذا في أشياء صعبة ما فهمتوها، قولوا لي إيش هي عشان أنتبه لها في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله.